هل تخلع حجابها وتعود من جديد إلى الفن بعد إعلان اعتزالها رسمياً؟ وما سر انتشار الشائعات حولها في ذلك التوقيت؟ وما الدافع وراء قرارها من البداية؟ وهل تتراجع عن موقفها؟ إليكم التفاصيل. أبدت الفنانة السورية هالة يماني سعادتها باستمرارها بارتداء الحجاب وأنها لن تفكر في العودة من الاعتزال في الوقت الحالي لأنه جعلها تشعر بالاطمئنان والراحة ولن تتخلى مطلقاً عنها تحت أي ظرف. هالة يماني تحدثت لأول مرة عن قصة اعتزالها الفن وقالت إن فكرة الحجاب تراودها منذ الصغر نظراً لأن والدتها من عائلة ملتزمة دينية، لكن مجال عملها في التمثيل جعلها تخشى ارتداءه. قالت أيضاً إن قرار اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب لم يكن سهلاً أبداً لأنها كانت تحب عملها كثيراً ويصعب عليها الابتعاد عنها، لكن في ذات الوقت خشيت من ردة فعل الجمهور ومن الانتقادات التي ستطالها عند إعلانها ذلك. هل تعتبر ما فعلتها ألهم العديد من الشابات اللواتي يتابعنها على تيك توك وانجذبنا لفكرة ارتداء الحجاب، ومن بينهن يوتيوبر عربية مشهورة رفضت ذكر اسمها. الفنانة السورية اعترفت أن فكرة ارتدائها للحجاب راودتها بعد الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا واعتبرته إشارة من الله لتعود إليها، وأن قرار ارتدائه هو نهائي ولن تعدل عنها. وأما عن احتمالية عودتها للتمثيل، اعتبرت أن مسألة عودتها مرتبطة بالدور في حال عرض ما يناسبها كمحجبة، وأنها تفكر حاليا بتقديم البرامج لا أكثر. هالة يماني نفت أن يكون الحجاب زاد من شهرتها وأنها قدمت العديد من الأعمال المهمة، كما أن الحجاب زاد من محبة الناس لها فقط وفتح لها أبوابا كثيرة لم تكن تحلم بها، معتبرة إياه توفيقا من الله ورضا من والدتها وزوجها. نجمة مسلسل باب الحارة قالت إنها ارتدت الحجاب عن قناعة لإدراكها أن الإنسان عليه أن يعود عن الخطأ في الوقت المناسب، مؤكدة توبتها إلى الله ورغبتها في الحصول على المغفرة مرددة: كلنا أخطأنا لكن يجب أن نرجع. هالة يماني اعتبرت أن عدم ارتداء الحجاب أو ترك الصلاة من الذنوب، معلنة رغبتها في الثبات على حجابها بسبب ما رأته من نساء عرفتهن كن يرتدين الحجاب لسنوات طويلة لكنهن تخلين عنه رغم ذلك، مستدركة أنهن فعلن هذا ربما لعدم قناعتهن به منذ البداية. يماني قالت إن تأثير عائلة والدتها الديني عليها ربما لعب دوراً نظراً لأنها عائلة محافظة وملتزمة، بل وقالت نصاً: عائلة أبي الله يرحمه كانوا سبور، لكن عائلة والدتي الله يمد في عمرها كثيراً ملتزمون، وأنا دائماً ما أجتمع مع عائلة والدتي، لهذا تعلق قلبي مع فكرة الحجاب من زمن، وأنا أحاول أن أفعل الصواب وأبتعد عن الخطأ بقدر الإمكان. ويبقى السؤال الآن: هل تتمسك الفنانة بحجابها وقرارها بالابتعاد عن التمثيل، أم ستعود مرة أخرى وتغير رأيها؟